مريم جوازين، قد ايه بتعرفوا بعض؟ ليلى نكتشف سوا مع ست عرسان جداد. صرنا سنة متزوجين، من سنتين بنعرف بعضنا. كنت أنا عايشة بإيطاليا وملحم بلبنان، وعمل لي أد على الفيسبوك. تعال نحكي مع بعضنا سنة على السكايب. اتفقنا بس انزل على لبنان رح نخطب. النهار اللي كان جاي فيها هي على لبنان، انعجقت كثير، ما عرفت شو بدي أعمل. رحت اشتريت ورد وجبت المحابس، أخذتهم معي. أول ما وصلت هي دغري، خطبنا دغري على المطار. عدنا فترة شهرين، من بعدها تجوزنا، هيك بلشت قصتنا. أما الكوبل الثاني لليلة فهن سنة سنة ونص مجوزين، تعرفت على محمد من 6 سنين لما اجى على الجامعة يشوف رفيقه اللي بنفس الوقت هو رفيقي. أول ما شفتها استهدمتها، فحبيت أقرب منها، بس أطلع مرتين بالأسبوع على الجامعة حتى نتلاقى فيها. صرنا نظهر أون جروب وهو يكون معنا. بعد عدة ظهرات بس تعرفت عليها أكثر، حبيت يكون في شيء جدي بيني وبينها، فطلبت إنها تحكي مع أهليتها. كنت أول مرة بنحط بهالموقف، لأول وهلة قلت إيه، رجعت تاني نهار فقت حسيت حالي انه مردد شوي بالموضوع. صرت حكيت مع اهلها، ما كان في عندهم اي مشكله غير انه امتى تتخرج من الجامعه. بعد كم شهر تخرجت، خطبنا، وهيك بلشت قصتنا. نتعرف سوا على الكوبل الثالث والاخير. وقتها كنت عم بشتغل بالكويت، صرت انبش بذاكرتي على الاشخاص كانوا يعجبوني وحب اتواصل معهم. تعرفت عليه عبر الفيسبوك. الاسم الوحيد اللي طلع على بالي هي رامونا. بعد 5 اشهر اجى التقينا بجبال، تغدينا سوا، وعمل لي قصيده وطلبني فيها للزواج. اسمحوا لي من هالكوكب اقطف قمر، كانت الاولى بعنقوده، رامونا بالهوى عيونك رامونا، خدودك ما شفت وردي بلونا. يا مجوزين، من رحب سوا بباتريسيا داغر فرالي. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بهالحلقه الجديده من يا مجوزين. ميرسي ميرسي. شو بديع، بلشنا حياتنا العاطفية مع رامونا بشعر، وهلا أكلت الضرب خلص. شو صار؟ بلشنا شعر وقعدة بحر وغرام وأشعار، هلا انتهت القصة بجلي كنس، الكنس الأرض، حف طاولات، فك برداية، ركب برداية. هي شو عم تعمل من شغل البيت؟ هي عم تعمل ضفيرة. ضفيرة؟ ضفيرة مثلا او اشراف او شيء. لا، الحياة الزوجية مفاجآتها حلوة. ايه انفجاراتها حلوة. انفجاراتها بنصح الكل يعني. ايه شكلك بتنصح الكل. عم يحكي صح ولا عم بكذب؟ مظبوط، ما عم بزيدها بشي. وانت قاعده مدي اجريكي وبتعني مانيكير بيديكير، شو بدي اعمل؟ ما عندك شي تعني. الله يخلي لك اياه، يا ريت كل الرجال هيك. ليليان، محمد عم بيساعدك بشغل البيت؟ ايه حرام بساعد، بس اوقات لما يكون بده شي مني. لما بده شي مني؟ يعني ما بيشتغل الا لما بده شي. انا بده يظهر بالليل مع رفقاته، عرفتي؟ بكون كثير منيح للماكسيموم. هو بكون منيح معك، ليك شو بيقول لك؟ بشو بيهددك؟ نعم؟ بشو بيهددك لما بده يظهر؟ لا بالعكس، بكون معي منيح، مثلا بقول شو بدك اعمل لك، شو بدك، مثلا بحضر لي بيبرونات بنتي، ما بالعاده بكون بحضرهم، عرفتي؟ اخر شي قبل ما يظهر بنص ساعة بقول لي لولو بدك شيء؟ انا بجاي لعند رفيقي بس نص ساعة ظاهرين. بقول له طيب اوكي يلا ظهر. محمد انت ما بتساعدها الا وقتها بدك شيء؟ لا بلا بساعدها امرار. شو بتساعدها؟ شو بتعمل؟
بعملها ببرونات البنور بس بيجلي 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 كمان مزبوط ايه وبضحك مع اصحابي بضحك ملحي عم بتعاني من مشاكل البيت شغل البيت ما بعرفه ما بتعرفهم ما بتمد ايدك على شيء ابدا لا بس على جيبتك بتعطيها مصاري اكيد بس شو يا شيخ ما بيساعدك بشي؟ بلا بالولاد بالولاد بيساعدك؟ شو بيعمل لهم؟ كل شيء بيبرون؟ ايه بيوعى معي بيساعدني بيوعى بالليل ايه اكيد ايه رشال وملحم عندهم توم بنت وصبي عمرهم شهر ايه ان شاء الله ما يكونوا عم بيعذبوكم كثير لا ابدا ابدا طيب هلا رح نخبركم شوي عن الحلقه اللي رح يصير رح نسال اول شيء رجال كم سؤال انتوا برا بعدين بدكم ترجعوا تجوا تجربوا تجاوبوا نفس الجواب اللي هن جاوبوه وتاخذوا 5 نقاط على كل جواب صح. بعدين هن بدهم يفلوا وتبقوا انتوا، يجوا هن يجربوا يجاوبوا على نفس الاسئله مثل ما انتوا جاوبتوا يعني نفس الجواب وبيطلع لهم ساعتها 10 نقاط. باخر الحلقه في سؤال بونس عليه 25 نقطة، هيدا اللي بخليكم ترجعوا تعودوا إذا كنتوا خسرانين، واللي معه أعلى سكور بآخر الحلقة هو اللي بيكون ربحان، خلينا نشوف سوا شو بتربحوا. يا مجوزين، إذا ربحتوا معنا الليلة رح تحصلوا على رحلة لدبي لتقضوا ويك إند من العمر، وأكيد معنا ما حدا خسران. لأنه في هدية قيمة لكل المجوزين ليكملوا اللي ناقصهم من فرش البيت. وانتو كمان إذا مجوزين جديد وحابين تشتركوا بالبرنامج بعتولنا إيميل على yamjawazin@aljadeed.tv. هلا سيدات رح نطلب منكم تنسحبوا وتتركونا مع رجالكم للحظات. وهلا رح نبلش بالاسئله. شو بدي يا حاضر؟ انا جدا حاضر. ايه بدك تشش خلقك. انت مش هون ليك الابتسامه. يلا فش خلقك قد ما فيك. يلا. اذا بدها مساج شو لازم تعمل؟ تترجيك تنام على بطنها او توعدك بشي تاني بعد المساج؟ تنام على بطنها. دغري انت بتعرف انه بدها مساج عملتها قبل بتنام بتبلش انت دغري لا فظيع كثير لذيذ محمد تترجاني تترجيك شكلك انت مالك جلاده مبين من الاول عم بتقول ملحم انه حبيبي بليز مساج يعني بتترجيك يعني بتترجيك مش بهالمعنى بس انه بتقلي توعدك بشي بعد المساج مش ضروري تترجيك في عندك تترجيك تنام على بطنها او توعدك بشي بعد المساج تترجيني تترجيك 3 ارباع رجال بدهم ترجيه للمساج محمد سؤال الثاني ببلش عندك قديش بتوقف مرتك قدام الخزانه لتنقي ثيابها كثير يعني اعطيني وقت ربع ساعه وقت؟ نص ساعة، ايه أنا ما عندي احتمالات. هي بتغير وبتلبس كثير يعني. بنفس التكة. فلازم أقول لك تايم ايه اعطيني توقيت يعني. شو ثلث ساعة؟ ثلث ساعة 20 دقيقة. ربع ساعة ثلث ساعة. شو بدك ربع ساعة أو نص ساعة؟ هالقد نص ساعة. بين الثلث ساعة ونص ساعة. 25 دقيقة. يعني. شو هي؟ بدك تجاوب شيء هي معقول تجاوبه؟ نص ساعة نص ساعة ملحم ربع ساعة ربع ساعة ما كتير يعني لا ما بتطول بس خلص. بالميك اب شوي بالميك اب بتطول بس لا شوي مش كتير ربع ساعة انا برجع بهالكلمة ربع ساعة لانه ربع ساعة كنت عطيها كتير انت مش كتير بدي ساعة بس لنحدد السؤال اذا تنقيت تياب ولا لتنقي تياب لا لتنقي لا وتلبس يعني بسريعة بهيدا الموضوع بتنقي 3 تياب بس لتلبس وتكون جاهزة في حبة النص ساعة حبة النص ساعة قدام المراية كله على بعضه نص ساعة يعني ربع ساعة ربع ساعة نص ساعة تحضيرها اوكي ثالث سؤال ببلش عندك ملحم بتخت قبل ما تنام تعتقد انه مرتك عم بتفكر
شو بدها تلبس تاني نهار، شو بدها تطبخ تاني نهار، او شو بدك انت تطعميها تاني نهار. لازم جاوب على وحده منهم؟ ايه. شو معقول تكون هي عم تفكر لحالها؟ في كثير نسوان يا الله شو بدي اطبخ بكره، شو بدي اطبخ بكره، في منهم يا الله شو بدي البس بكره، شو بدي البس بكره، مرتك اي وحده او شو بده يطعميني بكره؟ مثلا شو بده يطعميني بكره؟ يعني ما مفكر بالقصص، ما بعرف. هي شو بتفكر؟ شو بتحسها بتفكر؟ انه هودي شيء ثلاثة ما عنا، ما بعرف. مع ان هي انه هي معقولة تفكر انه شو ايه؟ معقولة تعمل لي شيء طبخة لإلي انا انبسط فيها. شو بدي اطبخ بكرة؟ ايه؟ اوكي بدي شو بدها تلبس؟ شو بدها تلبس بكرة؟ اخر همها اذا بتطعمي. محمد انا مع بديع كمان بقول شو بدها تلبس، بتفكر شو بدها تلبس بكرة. طيب خلينا هلا لكن نتوقف للحظات مع بريك، بنرجع نستقبلهم بعد شوي لنشوف شو رأيهم بالموضوع.